السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو دوا تفسير كسورة عصر أما سورة والعصر. سورة عصر آية هذا وسدح آية دوت وحي كسو دكت مكة وحين كمتها هاي سورة سودغي نبي محمد صلى الله عليه وسلم مدينة انتو أوسن أهجرونين. سورة وسورة قابا كانها ليس أرمى مهمة أرمى هاس وبناء آدم كوكوغاري كرو لبان الدنيا إمد آخر هدو راعو. وصورة إمام الشافعي أكيري الله سبحانه وتعالى هدو صورة دان أو كلية بن آدم كسد جن لها ويكفل لان لهت صورة وحيكها ليس إن الله سبحانه وتعالى للرميه إن الله سبحانه وتعالى لأمر قاتل أضيع بي صورة كها ليس عمل وناكسن اللقبته سي الله سبحانه وتعالى أصغو كارا لأه لولا كلمه. وحاك لي سورة دكها ليسا إن وناك دتك لفره وناك قاسنا لباتوين كاسو قاره لغو صبره بي سورة دكها ليسا تفسير كسورة دو إنو بلاد واكن عن كفا يدسان إن شاء الله تعالى. الله سبحانه وتعالى وحوليه بسم الله مقع إيبابا نكوب بلابايا الرحمن إيباهاس أو نحريست نحريس قود إيه نحريس قارهان إيد نحريست الرحيم نحريس قارهان إيد نحريست نحرس جود وحون حرستا مسلم يقال بوون حرستا أنت يدنو ذي جوجان الرحيم نحرس جارهاند وحون حرستا مؤمنين تبون حرستا ما أنت إن حرست أبا هنيهن أي هرت أجنهن سأي الله حسابيه. والعصر زمن كمان كدارتي علماء وحيد هن والعصر وحلو فصير كرايد هن زمن كي أم وقت ونبي صلى الله عليه وسلم نولا ما دام أويره خير القرون قرني قرني إذا متك أخر بدل ما قرني جيجي لكن علماء قار وحيدا سيدا راجحسن أو صحسن وإن لقفصير الزمن كأوردن والعصر الزمن كبان كدارته إن الإنسان كي إنسان لديه جري لفي خسر إن خسارة بكسو غنيهاي خسارة بكسو غنيهاي إلا الذين كوي مويه كوان مركا لقربو إنسان وحش يكتوردن خسارة بكسو غنيهين إلا الذين كوي مويه آمنوا إيمان كلاجه الله سبحانه وتعالى الرمي وعملوا قبطي الصالحات أعماش وناكسن أعماش وناكسن قبطي نبي صلى الله عليه وسلم نوحل ويدي أي الأعمال أفضل عمل الله قبطه كو أمتك أقف لبدن نبي صلى الله عليه وسلم حول الصلاة على وقتها صلاة وقتها الوقت كذا بأعماش أقف لبدن وعملوا قبطي الصالحات أعماش وناكسن. الله سبحانه وتعالى نصورة فصيلة دوحي نقول لها كوة الله سبحانه وتعالى الرميي مالن خيامه عبسي يولول ما أهان دونه قلبي ذا عبسي كما دريم أيان مركة أعماشة ونواناكسن وشي مهم أه لون باهنيها إن لقبته وتواسو اسكو دار دارمه بالحق حقه وناقب إسفران حمانتن وإسكريبان وتواسو اسكو دار دارمه بالصبر صبرك اسكو دار دارمو الله سبحانه وتعالى وحوليه فاصبر صبرا جميلا صبر قرحان صبر بو الله سبحانه وتعالى ليه بسم الله مقع اي بابان كبلابايا الرحمن نحريس قود نحريستا مسلم اي قالب او نحريستا الرحيم نحريس قرهان نحريستا والعصر زمن كبان خدارتي ان الانسان إنسان متكلي رهده لا فيه خسر خسارة بوكسو غنيهاي نبي صلى الله عليه وسلم حديث لغسوري وحوليهاي الدنيا ملعونة وملعون ما فيها إلا ذكر الله ومن والاه وعالم ومتعلم دون ذا أردن وحياوها كجر دوي لعن لذيهين إلا مرك سدح لغا الرئيبو سدح لسو قفك حسك الله سبحانه وتعالى كأقدو والله سبحانه وتعالى حصايه إيه قفك وحبر عددك يمتك وحبرنا سدح داس مركا لقربة دوني ذا انت اذا اوكالتن ويلعنة انتهاي مركا لعنة داس إيه خسارة داس وحلوك بدبادي كرا أفرتان قضب أي سورة الشيخ إن لقاتوا إلا الذين كوي موي آمنوا إيه برمي الله سبحانه وتعالى كأمر خاتي وعملوا قبطي الصالحات أعماش وناكسن حديث كنبينا صلى الله عليه وسلم وحوها قفكي لكل ما الله سبحانه وتعالى أسمح بلا وذا جنين
جنده بو قلايا قفك لكل ما أسوى الله سبحانه وتعالى وحلو وذا جينا هنا نارته بو قلايا وعملوا قبت الصالحات أعماش وناكسان قبت الله سبحانه وتعالى آخرك سورة كهف وحكولها قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا الله سبحانه وتعالى وحوليه أسوى النبي قال الله الله وحد كلها ذاتك وحان أهي بن آدم أذينك إلا ذمد أه أذينك بان إذن لمد أهي لكن هل أرين بايدن دير هاي والإي وحيودة تسمى ذين دير هاي وحان إذن شيغا يا قفك رجك قابا إنو الله سبحانه وتعالى لكل ما لكلنك الله سبحانه وتعالى رجك قابا فليعمل عملا صالحا عمل وناكسا هقبته عملك وناكسا وشيغا كون قناي كيت كون قناي مركي قضبك سدحات أتقى سردك قبت باذك ارتد وحاكمي ده وتواسو اسكدر دارمه بالحق حق اسكدر دارمه وناقه ذاتك اسفره الله سبحانه وتعالى وحوليه هاي ويكبت باذا ينقصار ذاس الله سبحانه وتعالى سورة العمران وحنقوليه هاي كوح اذنك اذنك مده هاوك عدو وناقه هاوك عدو وناقه ذاتك هفران حمانت ذاتك هكريبان ذاتك اسحقيق دي وكل يبانبو لي الله سبحانه وتعالى وتواسو ذاتك قدر دارمه بالصبر وحيابها وناقص كسو قارا إني كصبران ذاتك قدر دارمه ذاتك اسمع ايقا الله سبحانه وتعالى وحوليا خسارة ويكبت باذا يعني دردارن كي لقمان الحكيم والله سبحانه وتعالى نغور منه حكمدها وصورة اللقمان الله سبحانه وتعالى وشي وحوها وحوليا لقمان الحكيم يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور وحكولها لقمان الحكيم ويلكيس يا بني أقيم الصلاة ويلكيجيو صلاة أوك وأمر بالمعروف وناقنا فر وانهى عن المنكر حمانتنا الريب واصبر على ما أصابك وحكو سوقارنا كصبر إن ذلك من عزم الأمور أرمها أنكو شيغايا وأرمها ونواناكسان مارت بيك مديهم بوليهاي مركة هدان ربنا نقصارك بدبادنا أفرطا الشيها نقاليها لو وإن الله سبحانه وتعالى الرمينو أعمال وناكسان أنقبرنا دتكنا وناقفرنا أنكو صبرنا وناقس لبك نقصو قارة أنكو صبرنا سورة دين لقفة يستمع رجينا إن شاء الله تعالى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.